قمرتها إيه تكشف اسم حبيبها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت قمرتها إيه بالأمس بنشر ستوري علقت عليه بي أغنية رومانسية، وأيضا وضعت حرف الام مع قلب أحمر، والمتابعين قاموا بسؤالها من يكون صاحب هذا الحرف، لترد قمر أن اسم الأغنية حرف الميم، ليش خفتوا؟ والمتابعين فسر ستوري قمر على أنها تلمح إلى صديقها ماجد بركات الذي سافر مؤخرا عندها إلى تركيا. وهناك من توقع أن قمرتها إيه تستفز الفنان السلاوي الذي سافر مؤخرا إلى لبنان عند حبيبته السابقة يانا. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ حبيت أقولكم شغلة قبل لا أنام. الحلو بقمر أنه يعني قمر عندها ثقة بالنفس عالية. الفيديو صار مصور يمكن أسبوعين أو 3 أسابيع، ولحد الآن ما سويت الصورة مصغرة اللي حينزل بكرة. بس المهم الحمد لله أنا ضامنة أنه أنا حقعد الساعة 8 أو 9 الصبح، فذكروني بكرة الصبح نسوي صورة مصغرة. خاف أنسى لأني مخي طاير حرفيا، مخ سمكة، فخاف أنسى، ذكروني أسوي صورة مصغرة ويمكن أنزل بوست. والله حابة أسولف، يعني عارفين نعسان أردنام بس أحس أكو فوضى طلعت. المهم حابة أسولف، لا والله لا ماكو فوضى، أوكي حابة أسولف، حابة على خير.